شوي قهوة وبلشنا نحكي خلص يعني هو براحته. اصلا الموضوع كله التطوعي مجهود شخصي، دوافع داخليه للانسان. كثيرا ما نبحث مع ذواتنا عن قدوه وعن شخص يدلنا على طريق الخير. فمثلا تأثرنا بفترة من الفترات بقصة الداعية الكويتي عبد الرحمن سميط، والذي يعد من الشخصيات البارزة في مجال الخير ومساعدة المحتاجين والفقراء. هذا الرجل عاش أكثر من 25 عام متنقل في عدة دول إفريقية وأسيوية ضمن العمل التطوعي. كانت بداية الداعية سميط كأي شاب ومواطن عربي، كأن نعيش نحن الشباب في بلادنا العربية حياة اعتيادية، لكن حانت ساعة الصفر. كان يشعر هذا الرجل أنه يستطيع أن يعطي أكثر، وأن هنالك من هم أكثر حاجة، وبخاصة الفقراء والمحتاجين. فترك وظيفته ليتفرغ إلى عمله التطوعي، فبدأ بالترحال إلى الدول الإفريقية. الجميل في قصة الرجل أنه نادراً ما كان يقدم المال للفقراء، بل كان يقدم مشروعات تنموية صغيرة مثل فتح بقالات وتقديم مكاين خياطة أو إقامة لربما مزارع سمكية، فهذه تدور دخلاً للناس وتنتشلهم من الفقر وتترك البالغ أو تترك أبلغ الأثر في نفوسهم. إذن كيف يكون الشاب مؤثراً في محيطه؟ وكيف لنا كشباب أن نعطي مثالاً وأثراً وقدوة صريحة للأجيال القادمة؟ كل هذا وأكثر حديث الشباب على هذه الطاولة. سنتحدث ونتناقش لنصل إلى معلومة حقيقية حول التطوع في العالم العربي. بيقدم يعني مجهود إنساني اختياري، يقوم في شخص بناءً على إنه رغبان هاي الشغلة، بناءً على إنه في قضية، في يعني هدف أمامه حابب يرتقي فيه، حابب يطور من ذاته من خلال يعني ذاته من خلاله. إحنا ك يعني شباب فلسطينيين يعني قمنا يعني كان في سبب إنه إحنا أبناء قضية، إحنا أبناء وطن، إحنا أصحاب يعني حابين ليش إحنا بنفوت بالضبط، إحنا حابين ننهض بهذا البلد. الشباب التطوعي لهذا السبب يعني هدف قائم على هذا الهدف، في رغبة داخلية تماماً. اختيارية مش مجبر، لأنه متى ما كانت مجبرة كانت حتكون صعبة على الشخص إنه يقدم إشي مش حابه. طبعاً مجالات متعددة في العمل التطوعي، عندنا في العبادة، في الخدمات، في الإدارة، في أنا كحرفية، أنا كإعلامية، صورتي تعتبر في بعض الأوقات يعني خلال حروب، خلال مسيرات، هذه تقريبا جانبها تطوعي اكثر ما انه يكون يعني هذا هو الشعور الاولي لدخول الشاب عالم التطوع. التطوع بالضبط، هناك اصلا العديد من انواع التطوع، يعني في تطوع مواصفات في وصفات وصفات بالضبط، في تطوع في الدول الناميه، في تطوع في الاوقات الطوارئ مثل ما ذكرت كحروب كحصار كوكالة، هذا بعد ما يتطور تطور الفكره في داخل الشخص بالضبط ينطلق. بيكون في من خلالها بيكون تطوع للدول الناميه، في كثير من الدول الناميه يعني السودان والدول الافريقيه الى حد ما، حتى يعني بعض الدول في الشرق او في المغرب هناك فيها يعني حالات من التطوع، هاي بتدفع الشاب انه يعني ينهض بهذا البلد. بالضبط، عندك ايضا في حالات الطوارئ زي ما حكينا اللي هو في كارثه بعيد، في حرب معينه، بنهض الشاب انه انا بدي اوصل رساله، كيف بدي اوصل رسالتي؟ من خلال هاي الحملات التطوعيه. في اليوم احنا في عالم السوشيال ميديا، التطوع الالكتروني، لابد من انه يعني احنا كشباب، الكثير من الحملات التطوعيه قامت على الشباب اصلا يعني ما لهم الا انه الكيبورد امامهم والانترنت بس، حتى هن يعني ممكن انت تعمل ايفنت على الانترنت، ممكن تعمل ايفنت على الفيسبوك. احنا الان بنعيش في حمله اصلا تطوعيه اللي هي لدعم المراه المقدسيه في القدس، ولدعم دعم واجبها لهاشتاج كلنا مريم. يمكن هذا ينطوي تحت العمل التطوعي، التطوع الالكتروني، لانه انا كشاب شو اللي مستفيده من هذا الشيء غير اني انصر قضيه، انصر امراه تستصرخ، انصر. لكن اعتقد اثر العمل التطوعي انه وصل لنا للجيل الحالي اثر كبير، بمعنى انه كانت في اسماء كبيره كالداعيه الكويتي اللي قرأنا قصته قبل قليل عبد الرحمن سميط، يعني أوجد أثر وحالة كبيرة للعمل التطوعي وكان قدوة للشباب. هذه القدوة دعتنا لأنه إحنا نحكي في النماذج،
التطوعية التي كانت موجودة أو الموجودة في الوضع الحالي. زين، كيف شايف أنت الأرقام والإحصائيات والنماذج؟ نموذج الدكتور عبد الرحمن سميت نموذج رائع، هو كويتي الأصل كان قلت، مواليد 47، هو متخصص بالدكتوراه بالأمراض الباطنية والهضمية. هو بالأساس مبلش بعمر كتير صغير، كان بالثانوي حتى، كان عنده سيارة، يتطوع إنه شو يعمل، إنه ياخذ العالم على شغلة اللي هي ما بتحسن، إنه تروح على شغلة ما بتحسن، يعني يسهل مواصلاتهم مثلا. بعدين حتى وصل إنه هو يعمل كتيبات صغار يبعثهم على آسيا الوسطى وأفريقيا الوسطى، لأنه هناك دايما بيكون في عندهم أساطير وأفكار عن الإسلام، ما بيعرفوا الإسلام، يعني هن مسلمين بس ما عندهم فكرة عن الإسلام. لكن الدكتور عبد الرحمن وغيره، يعني خلينا نكون صريحين، شخص لا يملك في جيبته أكثر من $5 على وجه التحديد، هو دولار ليش الكتيب العربية. كتيب إيش قد بيكلف؟ ما احنا بنحكي بشكل عام عن الحملات التطوعية. إذا احنا انطلقنا من موضوع فردي لموضوع جماعي، احنا أصحاب فكرة بدنا نجمع بعض وبدنا نعمل حملة تطوعية. طب أنا شاب لا أملك في جيبي $5، كيف لي أن أطور فكرة وأن أنشر وأسافر وأذهب إلى هنا وهناك؟ من هنا التساؤل. هل هو بلش بشيء كتير صغير، يعني هو يعني سيارة، ممكن حدا يتطوع بس بسيارته، ما بده هالبادجت، يعني على حسب القدرة اللي عندك أنت ممكن أنت تساعد. يعني أنا من وجهة نظري العمل التطوعي بعتقد إنه ممكن يعني ما يبدأ بلا شيء لكن يصير كل شيء بكرة. أنا لما يعني أنا أبدع بفكرتي أو أبدع يعني بالمشروع اللي أنا شغالة فيه، أكيد رح ألاقي ناس تدعم هذا الموضوع، تدعم هذا التوجه. لكن هل في أمثلة لمشاريع كانت مشاريع صغيرة الآن صارت مشاريع كبيرة، حملات تطوعية صغيرة كانت تمويلها فردي الآن أصبح التمويل كبير عليها، أصبح الخدمات اللي بتقدمها خدمات كبيرة، خدمات كبيرة انتقلت من العمل الفردي للعمل الجماعي المؤسساتي؟ في كتير، في شخص كمان من الوطن العربي مهتم كتير باللغة العربية، يعني كان عمل مجموعة من الشباب، كانوا كتير يعني أشخاص فرديين، عملوا جروب، قرروا إنه هن يصححوا الأخطاء الإملائية للغة العربية اللي منشوفها بالشارع. يعني أنت بالإعلانات شقد بتشوف مشاكل بالكلمات الكذا، اللغة الكتابية الإملائية بتكون غلط، أو حتى بالمنيو لما تدخل على محل بتلاقي كاتبين أسماء الأطعمة غلط. فهن كانت هاي الحملة بلشوها شباب، بعدين صاروا يستعينوا يعني بناس كبار فهمانين باللغة، مختصين باللغة مشان يساعدوهم. يعني احنا ممكن نبدأ من ولا شيء. حسام، يعني انت 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 شاب فلسطيني ما شاء الله جميل، اشتغلت في غزة اشتغلت في غزة في اكثر من مؤسسة واكثر من حملة شبابية تطوعية. الان اذا احنا بنحكي عن موضوع التأسيس للعمل التطوعي الفردي، كيف أنا كشاب بدي أبدأ الخطوة الأولى في عالم العمل التطوعي؟ كيف شايف الأمر؟ يعني أنا حأحكي عن نفسي وحأحكي بشكل عام. تفضل. أنا كشاب عشان بدي أتطوع وأنتج شيء لحدا آخر أو أخدم إنسان آخر، بدي أكون أنا حاسس فيه 100%، بدي أكون أنا حاطط حالي مكانه، ممكن أنا وضعي أحسن أقدر أخدمه. فببدأ من خلال علاقاتي، من خلال تأثير على الناس الآخرين، من خلال تواصلي مع أطراف أخرى، مع أفراد، كله يعني الشيء بكون فردي، بقدر احاول انا اخدم هذا الشخص او بخدم هذا الشيء اللي انا بدي احاول اتطوع منه. بدايه انا مقتنع فيها و... انت لازم رغبه موجوده بتلاقي ابداع في العمل. لا يعني مش دائما، مش دائما ممكن يكون عندك رغبه تواجه اول مشكله بطني وصارت كثير ماشي، بس انه مش كبيره فالموضوع، بس متى يعني. انك انت حابب المجال اكيد رح تبدع، لانه انت نفسك حابب انك تتالق فيه. مثلا في يمكن قصه عندنا في قطاع غزه، في مرضى بيطلعوا تعالجوا في القدس. اللي بيتعالجوا في القدس هذول اغلبهم من عائلات فقيره كذا، بكونوا طالعين علاج ما معهم سعر المواصلات اللي بتوديهم على المستشفى من مكان الاقامه. مش الكل بكون موفر له هذا الشيء. شخص موجود عندنا الدكتور عصام يونس ابو باسل، طلع من غزه تعالج لنفس المرض اللي هو مرض السرطان، ربنا هيك يكون معاه، ربنا يشفي الجميع. حاول لامس هذه المشكله من خلال هو علاقاته وتواصله، اطلق حمله عبر فيسبوك، قال انه احنا يا جماعه بدنا نجيب مصاري نوفر سائق مع باص لمده سنه او لمده سنتين او ثلاثه، نقدر من خلالها ننقل المرضى من والى المستشفى. انا برايي بعد فتره، مقاطعه لك معلش، بعد فتره بسيطه تم توفير المبلغ وتوفير السائق واحضار الباص،
وتم حل مشكلة كبيرة لناس بتعاني أصلا من مرض. هذه كانت مشكلة ثانوية إنه يوفر المواصلات تاعته. في غزة أيضا أنا كنت يعني مع حملة بدأت في 2011 سميناها حملة الإحسان. كانت مع انطلاق مش مع انطلاق مع فكرة من برنامج أحمد الشقيري وكلمة إحسان. شباب جامعيين في معرفة سابقة بينهم أطلقوا حملة اسمها الإحسان. حملة الإحسان كانوا متفقين تماما إنه إحنا بنعرف بعض، بنعرف الناس اللي حوالينا، حنروح ننقل الناس المساعدات من الناس اللي بدها تساعد للناس اللي مش عارفة تصل للناس هذه. يعني كانوا مجرد وسيط يجيبوا المساعدات أو المعونات المالية أو غيره ويروحوا يوصلوها للعائلات الفقيرة في شهر رمضان. حلو. بعد فترة صارت الأشياء موسمية عندهم كل رمضان في أكثر من حملة. تطورت الفكرة الآن. تطورت الفكرة لأنه الأشخاص اللي موجودين ما يأسوا. ما من أول شهر صار عندهم مشكلة قالوا خلاص بطلنا. خلينا نكمل نقاشنا في هذا الموضوع، لكن معنا تقرير عن مدى اهتمام المواطنين في 140 دولة بالعمل التطوعي. خلينا نشوف التقرير ونرجع نشوف إن شاء الله. تفضل. أصدرت مؤسسة غالوب الأمريكية تقريرا إحصائيا عن مدى اهتمام المواطنين في 140 بلدا حول العالم بالأعمال الخيرية التطوعية. شملت الدراسة 145 ألف شخص من بينهم عرب، وطرحت عليهم 3 أسئلة: هل أعطيت مالا لمؤسسة خيرية خلال الشهر المنصرم؟ هل تبرعت بوقتك لمؤسسة خيرية غير ربحية اجتماعية؟ هل ساعدت غريبا كان بحاجة؟ تعكس هذه الأسئلة بحسب غالوب مدى التزام الأشخاص بالمجتمع الذي يعيشون فيه ورغبتهم بالمشاركة في تطويره. وقد كانت نسبة العطاء العالية واضحة لدى الأفراد المقيمين في بلدان ميسورة، لكن هناك أفراد من بلدان تعد غير ميسورة أظهروا نسبة عطاء مرتفعة جدا أيضا لأسباب ثقافية ودينية واجتماعية. وقد أظهرت الإحصائيات أن 44% من المشاركين في الاستطلاع أجابوا أنهم ساعدوا شخصا غريبا، و 27% أعطوا مبلغا ماليا، و 20% عملوا مع مؤسسة تساعد المجتمع. وبحسب التقرير فقد غرد العرب في صدارة الجنسيات التي تظهر استعدادا لمساعدة غريب رغم الإمكانيات المحدودة في الكثير من البلدان، إذ نالت ليبيا مثلا نسبة 79% في حين حلت الصين في المرتبة الأخيرة بنسبة 25%. وفي تقرير نشرته منظمة يونيسف جاء أن في بريطانيا وحدها عام 2001 انخرط قرابة 18 مليون شخص في المساهمة بنشاطات اجتماعية، وفي 2003 بلغ عددهم حوالي 20 مليون شخص، مع الإشارة إلى أن الرقم يزداد سنوياً بقرابتي مليوني متطوع. جميل جداً. جماعة الخير بدنا نعلق على هذا الموضوع، لكن في شغلة استوقفتني إنه كانت نسبة العطاء العالية واضحة لدى الأفراد المقيمين في بلاد ميسورة، يعني الناس اللي في بلاد ميسورة وبلاد غنية فيها نسبة العطاء في العمل التطوعي كبيرة. أيضاً نسبة العطاء كانت كمان عالية في بعض البلاد الفقيرة بسبب الواقع الاجتماعي والثقافي، الوازع الثقافي والاجتماعي. شو رأيكم في هذا؟ أنا رأيي إنه ما ضروري يكون واحد من غير طبقة اجتماعية لحتى يساعد شخص من طبقة تانية، ممكن ناس من نفس الطبقة يساعدوا بعض. في حالة بعرفها بالمخيمات السورية كانوا عم ناس منهم وفيهم يجمعوا الأولاد ويعطوهم دروس لأنه ما كانوا يحسنوا يروحوا على المدرسة، يعني ما بيحسنوا لهلا يروحوا على المدرسة، فهن المعلومات اللي عنده إياها هو شخص من بيناتهم يجمعهم يعطيهم المعلومات. مش شرط إنه يعني ذات يعني رأس مالي كبير إنه المال مال مال على المال مش مقياس قد ما إنه الفكر أو في المبادرة، روح المبادرة. ممكن أنا حتى لو ما قدرت إني يعني أعطي أروح أنا للناس من الطبقة العليا هذه أجيب منها المساعدة وأوصلها للناس. لكن إحنا يا جماعة خلينا صريحين مع أنفسنا، إحنا ما بنقدر ننكر إنه شغلتين أساسيات هي أساس العمل التطوعي، بداية المال مظبوط والتبعية. مظبوط. إذا هذا الفرق برأيي المال مو مهم. لا مهم جدا. والأغلب إحنا شو راح نقدم للناس؟ إحنا شو راح نقدم للناس؟ معلومة. فكرة. هو بس يحتاج مني معلومة. أنت بدك تعطي وقت. هو الآن فقير. وقت بس.
وقت. هو الان فقير ومحتاج بيت ولا محتاج شغله، محتاج مني اروح اقول ليش التطوع هو بس هيك شكراً انسان جزيلاً بس انا اقول لك ياسمين مثلا هيك. انا بتفق مع عبد مثلا، انا اليوم ممكن اطلع ابني من المدرسه عشان ما اقدرش اني اقدر اعلمه. شو فادتني الفكره الان؟ شو فادتني المعلومه؟ واخليه يجيب لي هو مصاري عشان اصرف على حالي، عشان مثلا انا الوالد عيان او مريض، بالتالي لما تيجي انت تعلمي ابني انا ايش حستفيد؟ انا مطلع من المدرسه عشان اجيب مصاري. اذا اساسا المال، المال اذا اذا المال عشان اقدر اخدمه بشكل افضل. المال المال عشان اقدر اخدمه. انا اشتغلت فتره مع اشتغلنا صرنا نعمل شوربة، صرنا نوزعها على البيوت. من وين؟ الشوربة ها من وين؟ ما أعتقد أنا إنه الموضوع حيكلف هالشي يعني. تمام. من بيوتنا. تأخذ العدس من بيتك عم تطبخه ببيتك، تزيد شوي منه. تعطي لغيرك. زين أنا وأنت متفقين تمام؟ أنا وأنت متفقين، بس ثلاث أرباع الناس ممكن خلاص ما بيعرفوا هذا الشيء او ما بتفقوا معنا او ما برضوا. احنا في غزة كنا نعملها. أوه. كنا نجيب احنا الناس الافراد في حملة الاحسان واللي بيعرفوهم هم بيطبخوا في البيوت، بنيجي بنبكتهم في علب بنروح بنوزعهم على الناس الفقيره. تماما يعني هذا الشيء اللي عبر علاقات ممكن تساعد. لكن بتصل الى مرحله الموضوع الموضوع تطور يا جماعه. خلينا نرجع للمحور الاساسي، الموضوع تطور. خلينا نروح لفاصل صغير ونرجع يكون معنا مستشار خامس يقعد معنا ينصف الحديث، لانه في في هي ضد واحنا مع، فخلينا نشوف. انت مع ولا ضد؟ احنا يعني لا ممكن تيأس في لحظه معينه يعني. لا لا مش شرط. موجودين بس. هيك يفترض، ومن يمس هذه المرأة وكأنه عم يمس شرف عائلة وشرف قبيلة. تحسي بوجع الغربة لما تقعدي تفكري في بلدك. كم فتاة لاجئة في العالم العربي قلنا بيفكروا انه هذا ديزاينر ممتاز، هذا جرافيك ديزاين ممتاز، طيب وين المحتوى اللي هذا الجرافيك ديزاين بده يعمله؟ لكن ربما المجتمعات الشرقية هي يعني اكثر تحفظا على موضوع الهوية، على موضوع الدين، على موضوع القيم، على موضوع اللباس التقليدي. طبيعة البني ادم هو بيقاوم لما بيكون في محاولة طمس لهويته، وحاولوا يتقربوا من الفكر الاوروبي، وحتى مخرجين فلسطينيين في الدراما قربوا من الفكر الاوروبي لحتى يوصل. اغلب حكامنا هم ازرع مباشره او ازرع حقيقيه للامريكان ومن عاونهم. يعني نتعامل مع قانون دولي ظالم بالفعل، مع اجراءات دوليه مجحفه جدا. ان القضيه العادله التي تفتقد للراوي الصحيح والسليم والمحامي الصحيح تتحول الى قضيه خاسره. هاي الحلقه اذا ما عجبتهم اعملوا لها بلوك على يوتيوب، اعملوا لها بلوك على فيسبوك. حوارهن يأتيكم في الأوقات التالية. المتعلقة بمجزرة استخدام السلاح الكيماوي بدوما في غوطة دمشق. أنها ثورة شعب مستضعف خرج يطلب الحرية والكرامة الإنسانية. إطلاق اسم القدس على هذه القمة هو رداً على الاتهامات التي توجه للسعودية بالتواطؤ بما يسمى بسفة الخارج تصوها بها ولي عهد السعودية. الآن الملك سلمان تحدث بأسلوب آخر، تحدث بصراحة، لكن هذا لا ينسجم مع ما كان يجري ولا يزال يجري من حديث عن صفقة القرن وتأييد ولي العهد لها. عندما يتم الإشارة بموضوعية لمحمد مرسي يتم الإشارة له بأنه الرئيس المنتخب. النظام الحالي يعاني من أزمة شرعية، هذا حقيقي، هناك أزمة شرعية. يعني لو لم يكن عبد الفتاح السيسي قد أتى إلى سدة الحكم بعد انقلاب قال هو بشخص.
الحوار أبعاد لا تنتهي. نتحدث بها حتى هذه اللحظة مع الشباب قبل الفاصل، موضوع ضعف الإمكانيات. هل المال يجب أن يكون شيء أساسي وعنصر أساسي في موضوع العمل التطوعي ونجاحه؟ موضوع التبعية الحكومية أو التبعية الخاصة؟ للمناقشة أكثر ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد علي بيوض الناشط في العمل التطوع. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. كيف حالكم؟ يا هلا تمام. الله يحفظكم. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. كيف الأمور؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، الله يحفظكم إن شاء الله. بداية الشباب معنا ساعة رملية، رح نبدأها بأسئلة شخصية سريعة ومن ثم ندخل في صلب الموضوع لأنه حمي معنا شوي. تفضل. تفضل حسام. هو أنا حكيت أنه أنا محتاج أوفر مال عشان أعمل عمل تطوعي وأفيد غيري، فأنت إيش رأيك؟ مع ولا لا؟ لا. تمام زين. شو كم سنة كم سنة خبرة بموضوع التطور؟ خليني أقول 16 سنة بين منتسب إلى مسير إلى مؤسس لمشاريع تطوعية. ما شاء الله. طب دور وجهة نظري دور بالليل سريعا قبل ما يخلص. أنت مع التبعية الخاصة أم التبعية الحكومية للحملات الشبابية التطوعية؟ الساحة التطوعية تسع الجميع، ولكن الاستقلالية أفضل. نعم. عملك التطوعي الأنجح كان في مؤسسات مثلا كانت لأطفال للنساء يعني كبار السن؟ مؤسسات شبابية. الشباب. مؤسسات شبابية. نعم. سؤال. أنت قلت إنه عندك صرت تأسس مشاريع، ما احتجت المال عشان تأسس مشروع تطوعي؟ لا لم أحتاج المال لأنه المال يحتاج الرجال. تمام. يعني ما في تمام انا بدي اوفر مال عشان افيد غيري، قلت لي لا، لكن انت اسست مشاريع من خلال تطوعية. من خلال تجربتي. بدي اسال بعدين اهلا وسهلا من جديد استاذ محمد، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بكم. بنحكي حول موضوع الشباب والعمل التطوعي مع اصدقائي على هذه الطاوله ما بين الغايه الساميه وضعف الامكانات. وصلنا لنقطه جدليه بسيطه، انه احنا جزء منا مع فكرة إنه المال شيء ضروري في العمل التطوعي وبينجحوا بشكل كبير. موضوع التبعية، شو رأيك في هذا الموضوع؟ أنت مع فكرة المال ضروري للعمل التطوعي واستمراريته، وموضوع التبعية الحكومية أو الخاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المال ضروري لكل شيء، لكل عمل مجتمعي، لكل عمل تطوعي موجود، لكن أحس أن النقاش الموجود هل متوفر المال؟ لا 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 مش هم هل نحتاج أن يتوفر المال أم ليس أم لا نحتاج؟ احنا نحكي بشكل عام. المال مهم طبعا، هو بنزين لكل تحركاتنا وتوفير المال، لكن المال متوفر ينبغي أن ننظر مفهوم آخر للتطوع. التطوع ليس عمل إغاثي إنساني، هذا نوع من أنواع التطوع. تمام. يوجد أعمال تطوعية أخرى لا تحتاج الكثير من المال. يوجد أعمال تطوعية ثقافية، أعمال تطوعية إنسانية، هذه لا تحتاج إلى المال كثير. حتى في الموضوع التوعوي نحتاج بدنا نصور بروشورات، بدنا نوزع أشياء. بالضبط. أنا أظن أن المال يحتاج إلى رجال. المال في المجتمع موجود، أهل الخير موجودين، لكنهم يبحثون عن الكفاءات الشبابية، عن التي تملك مصداقية، التي تملك مشاريع جديدة تطرح إلى من يقنعهم. إذا استطعت تقنع رجل أعمال قد يتكفل لك بمشروع كامل. تمام. لكن المشكلة أنه يقول لك أنا مال عندي، يعني في ناس عندها أموال زكاة لا تعرف أين تخرجها، في ناس عندها ثقة أزمة وين. نعم أزمة ثقة. فأزمتنا حاليا هي أزمة مشاريع ورجال. زين بتحكي انه المعلومه اهم من المال، يعني انا اروح اقدم لشخص محتاج معلومه وفكره ممكن احسن من في جانب معين. تلاقي عالم محتاجين تروح لعندهم مره بالاسبوع، ما بيحسنوا يروحوا على المدرسه عم يشتغلوا. شو راح تقعد انا راح مره في الاسبوع شو راح احكي له في جانب معين؟ انت بتعرفه، انت بترسم تعلمون ترسم، اذا هن بدهم انت بتعزف علمون يعزفوا، انت بتعرف لغه تعلمون لغه. لكن هذا هم محتاجين اكبر من ايش اللي ممكن يحتاج اكثر من انه يكون واعي للمجتمع للتطوير بناء طاوله بشيء معين. انا بنصادم هذه الحالات، بيجي مثلا رب الاسره بيقول لك انه انا محتاج اعيش مش محتاج ابني يتعلم.
انا بدي انا بطلع يعني ابني من المدرسه عشان ابني يحتاج هذا معناته يروح لغير مكان. انا انا عندي وجهه نظر هنا. اولا ينبغي دراسه الاحتياج. تمام. نحن نستهدف شو محتاج؟ ايوه نحن نستهدف فئه الان، ندرس احتياجها، ماذا يحتاجون؟ اذا يحتاج غذاء ما ينفع ان نعطيه ندوه طبعا توعويه. لكن في مجتمعات ليش نعم دراسه الاحتياج هذا مهم جدا عشان نقدر نعم. الان الحاجه الثانيه وهي ان التطوع ينبغي ان يكون ثقافه مجتمعيه يتشارك فيها الجميع طبعاً. وليس فقط العاملين في المجال الإنساني فقط، يعني لا بأس أن تشتغل في العمل الإنساني، والأستاذة ترى أنه ينبغي العمل التوعوي، توكلي على الله أيضاً يوجد احتياج اشتغلي في هذا الأمر. نكمل بعض. نعم ينبغي التكامل بيننا. العمل التطوعي ثقافة مجتمعية يشترك فيها كل فئات المجتمع، وليس فئة واحدة فقط تركز على العمل الإغاثي فقط. المشكلة ما هو الثقافة الموجودة أنه التطوع يعني أنا بدي أقدم لك مساعدة، بدي اقدم لك خليني اقول كابونه، بدي اطعميك في بيتك وانت قاعد مرتاح. هذه الصوره المعروفه. وضح يعني كابونه في الفلسطينية وهذا مساعده وهذا خير لا نستهين به، لانه ايضا هذه المساعده مهمه وتسد احتياج. لكن يوجد انواع اخرى ينبغي ان نجدد فيها في العمل التطوعي، هذا دورنا نحن كشباب مثقف. هلا انا سؤال، انا برايي عفوا كملي هلا هو ضروري يكون بس الشباب؟ يعني النقطة اللي أنا بدي أحكي فيها إنه في عالم كبار بالعمر بعد التقاعد قرروا يخصصوا مال معين لمثلاً، بدي أعطي مثال بيل جيتس. بيل جيتس بعد التقاعد عمل جمعية خيرية باسمه باسم مارتو ميليندا جيتس، وحاربوا مرض شلل الأطفال وقضوا عليه تقريباً بكل العالم، قضوا على مرض شلل الأطفال لأنه فكرة. فهو استعان بشباب طبعاً لأنه بده يرقحوا وعم يبعت مصاري عم يبعت زين. هي جاءت الفكرة من واقع إن هو عنده إمكانيات، إمكانياته مش ضعيفة يعني بيل جيتس يمتلك الحالة المادية طبعاً، بس إحنا ما لازم فوراً نقول شباب شباب، هو عمل جمعية يعني وهو ما له شباب. احنا الشباب بدنا ليش دائما عم نحدد انه التطوع لازم يكون شباب؟ لا ليس بضروره ان يكون شباب. لا احنا بس بنخصص الحديث حاليا عن الجميع يستطيع ان يساهم في هذه العمليه، ليس فقط الشباب طبعاً. بالعكس عندنا مفهوم اخر وهو الاخطر، وهو مساله المتفرغون، هم من يتطوعون يعني امارس التطوع في وقت فراغي. بالعكس لا بالعكس ينبغي ان يكون في جدول حياتي لبنه اساسيه وهو العمل التطوعي لخدمه المجتمع. عم يفيدك قبل ما يعني عم تستفيد في نفس الكم انت كشخص. لا ينجح اي مشروع في التغيير اذا اعطيناه فضله اوقاتنا، ينبغي ان يكون هو الاساس. الان الجميع يستطيع ان يساهم لانه الجميع مشغول، واذا وضعنا التطوع ضمن الانشغالات نستطيع ان نساهم جميعا. انسان في حاجه بدك تحكيها حاسك كل شيء انا لا هو هو تطوعت الشباب هو انه هو بيحكي هو ايباد بس بعض الاوقات انت يعني انا مثلا بدي افرغ وقت للتطوع صح، لكن انا بنشغل يعني انا بدرس انا بشتغل انا كيف بدي اتطوع، كيف بدي اضغط نفسي بزياده يعني. نعم هو لا ينجز الأشغال إلا الرجل المشغول. الفارغ الذي ينام 6 ساعات يقول لك خليني أنام 8 ساعات. نرجع لنفس المعلومة، لا ينجز الأشغال إلا الرجل المشغول اللي مش فاضي يعني ما عنده وقت، هو الذي يستطيع أن ينجز لأنه حياته تعود فيها الإنجاز صح. حياته كلها حراك، فإذا فرغت فانصب، يعني بعد مشروع يبدأ مشروع، هذا هو الأساس. أنا كنت أشتغل 7-6 أيام بالأسبوع، يوم الأحد اتطوع كنا ندرس انجليزي سوري. انا هنا يعني اشرح يوم عطلتي انا اشتغلت هذا بعد نفسي لانك تجدين راحتك في العمل التطوعي وهذا هو الاساس. عندما الانسان يجد ذاته في شيء يصبح يعطيه كل شيء، يعني شعوره ومشاعره وكيانه كله يعطيه. كنا نقول انه احنا يعني قبل ما ندخل على الحلقه كنا نقول انه احنا يعني لما اسعد غيري خلاص انا بنبسط، فهذا احنا بنحسه من خلال عملنا التطوعي. انا بحس هي غريزه انسانيه. الأثر النفسي للتطوع أثر كبير جدا، من خلال التطوع نحس بذواتنا أننا ناس عندنا أهمية، نستطيع أن ننجز، نستطيع أن نغير، نستطيع أن نحس بذواتنا، ثم نرى ثمار أعمالنا أنه إحنا بدل هذه البيئة التي دائما نتشائم فيها، الحرب، الأزمة، مش عارف كيف، الآن لا أستطيع أنجز لبنة في الميدان. الكلام جميل جدا ورائع وحلو يعني يؤسس لفترة جميلة، لكن أنا برجع وبحكي على نفس النقطة إنه أنا خلينا صريحين يعني مع بعض، أنا شاب ونفسي أدخل عالم التطوع، اقتنعت في الفكرة واقتنعت إنه أنا يجب أن أكون مؤثر وأخدم بلدي ومجتمعي وحياتي. دور على أقرب منظمة سمعان فيها حواليك وتطوع فيها حتى بعض يعني بكل بساطة عليك. إحنا بنحكي عن إطار الحملات الشبابية
بعيدة عن الإطار الرسمي على الإنترنت بتلاقي. أنا كشاب كيف لي أن أدخل عالم تطوع وأنا لا أمتلك المال، لا أمتلك يعني أهم المقومات؟ أنا أعطيك مثال واقعي. أنت واقف الآن أمام شاطئ للاستجمام، وجدت شخص يغرق، هل تبحث عن مؤسسة لإنقاذه؟ أم تبقى تفكر كيف أساعده؟ أم أبحث على حبل؟ أم أنني أبادر؟ ضع رجليك في الماء سوف تأتيك الأفكار، لأنك تريد أن تنقذ هذا الغريق. إذا ننظر أن مجتمعاتنا في حاجة لنا وأننا في أزمة، وأن هذا المجتمع المدني العمل التطوعي هو وسيلة من وسائل الإنقاذ، سفينة من سفن النجاة، حينها سوف نبادر ونتحرك ونجد الفضاء. أما إذا نراه أنه ترفيه وغير ذلك، أقول لك ممكن تجد نادي رياضي ترفيه فيه، أو تجد جمعية ترفيه فيها، هذا لا يحدث أثر تغييري كبير وإن كان فيه خير. والآن كيف لنا أن نشجع الشباب العربي على موضوع العمل التطوعي؟ وقبل ما الإجابة أنسام، أنا سامحيني تفضل. أنا في لا كل ما حدا بيحكي أنسام لا هو كيف الأفكار سبحان الله لما يعني النقطة تيجي لازم الواحد يقتنصها. يعني إحنا في بعض قبل شوي كنا بنحكي عن بعض المؤسسات، لكن في هنا إحنا مؤسسات أصلاً أنت بتروح كشاب تتطوع فيها بتقولك لا إحنا مكتفين، إحنا في عنا، إحنا كذا، فما بتتيح إلك أصلاً فرصة إنك تتطوع في عندهم. نعم. يعني في بعض المؤسسات يعني اللامعة، أو مش إنها لامعة كلامعة، أنت بتحسها إنها عملها بتحس بروح المبادرة. الشباب اللي بيطلعوا إنه بدأ يتطوع في بالضبط. هذه المؤسسات ما بتتيح للشباب إنها تكون من ضمن الشباب. خلاص، إذا أسسي أنت مؤسسة وخلي الناس هي التي تجي تتطوع معك، خلي الناس وقت التي تعاني من هذه الإشكالية هي التي تؤسس. إذا لم تجد سفينة توفير المال عشان تقدر لا المال المال سوف يأتي إذا أتقن العمل، إذا حافظنا على مصداقيتنا سوف يأتي. إذا نبدأ بوسائل بسيطة يتطور العمل. الواقع كثير بننصدم في الواقع كثير. أنا عندنا نماذج، تحدثنا مثلا عن هاني البنا، طبيب توجه إلى أوروبا رأى أنه لا يوجد عمل إنساني هناك، بدأ بتأسيس بوادر بسيطة، جمع أول مبلغ مالي جمعه من طفل صغير 5 قروش في ذلك الزمن، قال هذه فئة الخير. لكن الآن عدد المؤسسات الخيرية المدنية المسلمة في أوروبا بشكل رهيب، لكن هو بدأ بماذا؟ بدأ بفسيلة بسيطة، الأساس هو المحرك الرغبة. الأستاذ ذكر سؤال مهم جدا في جوابه، ننجح في التطوع عندما نجتمع فينا 3 أشياء، أن يتوافق دراستي مع شغلي مع هوايتي. إذا حصل هذا التوافق بين هذه الثلاثة سوف تجد حالك يعني في الميدان بشكل رهيب. مثال، طبيب ويتطوع في مجال الطب ويحب الطب، لا يحتاج أن ينتسب إلى مؤسسة، ولكن يستطيع، عنده في عيادته يستقبل 100 شخص، قال خلاص أستقبل 10 منهم من الحالات الفقيرة، يأتي لك أنت عندك جمعية وما عندك مال حتى تعالج المرضى، يتفق معك ويقول لك أنت وجه للمرضى وأنا أعالجهم، فهو متطوع بتخصصه ووقته وأنت فاقد المال لكن تملك المعلومة، عندك قاعدة بيانات للمحتاجين. إذا تضافرت وتعاونت هذه الجهود يستفيد المحتاج. المشكلة إن إحنا يعني من خلال ملامستنا للشباب إنه أول ما يفكر الشاب بالانتساب للمؤسسة أو للحملة بيروح يفكر إنه بده يروح يخدم دغري في أفريقيا، بده يخرج من إطار بلده إنه بعد شهر شهر أنت ساعد لتنظيف شارعك مثلاً مع جيرانك، ابدأ تغير نفسك عشان تغير حواليك. يعني أيوة واحد ممكن يبلش أعطي احتياج المكان المحيط بعدين أخرج. نعم، وأيضاً يوجد احتياجات البطون مهمة جداً، ولكن احتياجات المشاعر أيضاً مهمة في الإنسان. يعني في مبادرة تطوعية كانوا يحملون مرضى السرطان الذين قال لهم الأطباء أنه محققاً سوف يودعون الدنيا، طبعاً الأعمار بيد الله لكن التقديرات الطبية، كانوا يأخذونهم ويعملون لهم عمرات مع مرافقين. طبعاً تخيل هذا الشعور الإنساني لدى هذا المريض الذي كان يرى أمامه مشهد أسود. هذا هو معنى إحياء النفوس، فأنت تعطي له شعور نفسي. ينبغي في التطوع أن لا ننظر إلى الحجم الذي نقدمه بل إلى العمق. قال والله أطعمنا 1000 محتاج، لا، قد أساعد 2 ولكن تركت في أثرهم عمق كبير. فننظر إلى العمق دائما وليس دائما إلى الكثرة. في غزة عندنا قسم اللي هو أطفال الكلى، بيغسلوا الكلى كل وقتهم، هم بيغسلوا الكلى، في ناس وأفراد متطوعين بيحضروا احتياجات ألعاب أطفال وبتواجدوا معهم طيلة الوقت، طيلة الأسبوع كمان. يعني أي وقت في طفل بغسل كلى بتلاقي في حدا معه بيعرفوش. نعم، مشكلتنا
في الذي لا يرمي السهام ولا يبري هذه السهام ولا يجهز الشيء للمقاتلين. يعني مشكلتنا في الإنسان الذي يبقى مكتوف اليدين، أما الذي ينجز شيء فهذا يغير في المجتمع. تحديد الهدف أنا برأيي كمان شغلة جدا مهمة، تحديد الهدف، لأنه أنت لما بتحدد هدف وتوصل له بتعيد تقييم العمل، يعني بتحسن تقييم العمل عن طريق إذا أنت وصلت للهدف ولا لا. مثلا لما اشتغلنا بالهلال الأحمر هون بتركيا كنا عم نحاول أنه نعطي نشوف العائلات اللي كل أولادها عم تروح على المدرسة نعطيهم شناتي ويعني قرطاس لام كتب كذا، بس ليش؟ مشان نقلل. شو هو الهدف؟ تقليل العمالة، عمالة الأطفال. فأنت هدفك شيء وأنت عم يعني عم 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 عندك رؤية بدك توصل لها، فالهدف كتير كتير تحدده شو أنت المبتغى، يعني شو بدك من هون. مدام عندكم مؤسسة، الذي أنصح لكم من خلال هذا المنبر، مدام عندكم مؤسسة ينبغي أن لا تغفلوا عما غفلت عنه كثير من المؤسسات، وهي مسألة التطوير الإداري. لازم لكم دورة في التطوير الإداري وتسيير المؤسسات، كيفية دراسة الاحتياج، كيفية التقييم والتقويم. نعم، هذا أمر مهم جدا. أما أن لا ننظر إلى العمل التطوعي أنه بسم الله عمل خيري، يلا نتجمع البسوا هذا البدلات واجمعوا يلا وزعنا الحمد لله اللهم تقبل ونروح. لا، هذا عمل يعني موضعي موسمي. إذا نريد عمل مؤسس ينبغي احترام قواعد العمل المؤسسي. طيب، وهذا متاح يعني يكون في تأثير من الجذور، يعني تحس حالك من الجذور، مو بس عم تشتغل بمنطقة يحقق معين. هدف أكبر يختصر الجهد ويختصر تماماً. المال كثير من المال مهذور مثل بيل جيتس، يعني هو استأصل المرض من جذوره، وفر المليارات يلي عم تندفع مشان هذا المرض. طيب الآن أستاذ محمد، الشباب تجمعوا وقرروا أنهم يعملوا مؤسسة، لكن اصطدموا في طبعا مؤسسة خاصة مش موثقة بالتوثيق المعروف المؤسسات التطوعية، مش مرخصة، اصطدموا في واقع أنه عدم الاستمرارية، لأنه المال متواجد أو إن مش متواجد هنالك ضعف في حالة الاستمرارية، جلب الأشخاص، الأفكار، الأموال، وهكذا أمور. هل تنصح بأنهم يتجهوا لموضوع التبعية السياسية أو عفواً التبعية الخاصة للحكومة مثلاً؟ للحكومة حتوفر لك جزئية مالية مستمرة، كل شهر لك جزء من المال أنت بتعمل عليه، فالحكومة تقدم وأنت تقدم مثلاً. نعم. سلبيات وإيجابيات هذا. نعم نعم، مسألة علاقة الحكومة بالمؤسسات الخيرية هي مسألة فيها تفصيل. اولا، في مؤسسات مجتمع مدني وتطوعيه اسست من الحكومه لانجاز عمل خيري يهدف سياسه الحكومه الداخليه والخارجيه، الهلال الاحمر على سياق معلوم مثلا. نعم، على سياق معلوم وشيء واضح، يعني مؤسسات خيريه تتبع لوزاره التضامن كذا، فهذا هو هدفها، يعني هذا لا ينكر خيرها موجوده، لكن هي موجهه سياسيا. الان الخطا ان يتم تأميم باقي المؤسسات، ابتلاع الدولة لكل المؤسسات الخيرية التطوعية الشبابية بمختلف أحجامها، صح. فتصبح توظف وتشتغل عندها. لا، هذا أعتبر أنه ينبغي تحرير القطاع الخيري، هذا عمل مجتمعي، خلوه للمجتمع، ارموا بالعمل التطوعي للمجتمع يلتقطه الشعب، لا يربط بالحكومة. طبعا نحن لا ننافي هذا الأمر عن احترام القانون وتأسيس القانون وتلقي بعض الدعم من المؤسسة من الجهات الحكومية، لا بأس، يعني شرط أن يكون دعم غير سالب للقرار للإرادة. يعني حتى أنا ممكن لو لقيت سلبيات أستغني عن الفئة اللي بدي أخدمها بشكل كبير، مثلا بدل ما أخدم 200 ممكن أروح أخدم 50، لكن أكون موفر المال اللي مش متبع أو ما أكونش أنا متبع لشخص معين. وهذا الإشي صادفناه، يعني إحنا كنا نغطي مثلا عدد معين كبير، فجأة وصلنا لثلث العدد هذا، صرنا نخدم بس الأقل من النص عشان ما نكون تبعيين أو تابعين لناس معينة أو لأشخاص بدها تجبرنا نصور الشخص بوجهه أو نحاول إن يعني نهين كرامته أو الأشياء هذه كلها. فهذا الواقع اللي إحنا بننصدم فيه. هذه مسألة الإعلام، أفتح فيها قوس، هي مسألة الإعلام الخيري، الإعلام الإغاثي، يحتاج إلى ميثاق أخلاقي كبير، يحتاج إلى أخلاقيات عالية. لا معنى أن تحمل 100 دولار ظرفه فيه 100 دولار طالع هيك وتصور وتعمل صورة كذا، أنت تكسره. صحيح. لكن الممول يحتاج يا جماعة. نعم. في احتياج، صحيح أستاذ، في احتياج من أجل إثبات المصداقية، لكن في الأخير ينبغي عدم كسر هذا المحتاج، عدم إظهار وجهه، لأن المحتاج لم يخلقه الله عز وجل محتاجا أبدا الدهر. في ندوة من ندوات أو حفل خيري أقيم في إفريقيا، حضره رئيس وزراء في أحد البلدان الإفريقية، ف
فتحدث رئيس الوزراء قال أقول معلومة لأول مرة، قال أنا كنت يتيما مكفولا من طرف هذه المنظمة وأنا الآن رئيس حكومة. يعني الآن هذه الصورة هذه قد تحطم مستقبله السياسي لهذا الولد، قد تحرجه لما يكبر. البنت قد يأتي غدا واحد يتقدم لخطبتها قد يؤثر بفعل عادات مجتمعية. طبعاً طبعاً. يعني ما تعطيني سلة غذائية وتحطم لي مستقبلي. بيقولوا لنا قبل ما نبلش عمل عفوا مقطعة يقولوا لنا ما بصير تصوروا، لا تصوروهم للأشخاص. وحتى يعني أنا برأيي حتى وإن صورناهم نخفي الوجوه على نخفي الوجوه، نحضر مصور يعني هدول شغلات جدا مهمة، الشغلات اللي ممكن تأثر على الطفل بعدين لبعدين. بعدين هاي أخونا حسام مصور في لقطات بتتاخد، كنت تخفي الوجوه يا حسام؟ لا من الخلف، تصوير خلفي، تصوير صوتي، كنت موافقتهم التامة. يعني أنا لما بدي أصور يكون هو موافق وببتسم لحاله، ما باجي أنا يعني أنا بحكي على أشياء أخرى ممكن إنه أنا أجبر ويقف. وإذا حتى يعني في بعض الأشياء اللي حدثت إنه ممكن أنا أجي أديك المساعدة لو كانت مالية أو مساعدة يعني عينية، لو ما رضيت تتصور أسحبها منك قدام الناس. ممكن أعيد اللقطة أكثر من مرة عشان تكون معي فيلم وثائقي. نعم. فأنا لا ممكن أتفق مع الناس والناس ما عندها امتناع إذا هي محتاجة. لا بأس يعني بعض التصوير لا بأس بعض التصوير للتوثيق الإداري وليس للنشر. يعني أقول له أصارحه أنه هذه الصورة للتوثيق الإداري فقط. هذه من سلبيات عدم التعامل الصحيح مع العمل التطوعي. لكن الآن في بعض الشباب أستاذ محمد عندهم دافع كبير للعمل التطوعي، لكن الوقت انشغالهم قليل أو وقت انشغالهم كبير فمش قادرين يدخلوا بشكل كبير، فبعضهم بيتخلى عن وظيفته أو عن دراسته حتى يتفرغ بشكل كامل للعمل التطوعي. هل يعتبر العمل التطوعي هنا مهنة؟ وأنا كيف إذا نفسيتي مضرورة أنا كيف بدي أعطيكي إيجابيات إذا أنا إذا أنا مالي كامل؟ يعني إذا أنا مالي كامل أنا بحكي أنا كشاب عندي روح جميلة جدا ومعطاء بشكل كبير، لكن مشغول مضغوط شوي، فأنا تركت عملي، تركت دراستي مثلا والتهيت للعمل التطوع، حكيت إنه هذا مهلتي، هذه هي حياتي. كيف بدك تعيش؟ كيف بدك تساعد إذا أنت ناقص؟ هل ممكن إنه يعتبر العمل التطوعي مهنة ونعتاج منه مثلا؟ لا أقصد ترك الدراسة بالإدارة. طبعاً يبقى العلم قيمة عليا، لكن أحكي مسألة التفريغ التي تتحدث عنها أستاذ، وأن يصبح الإنسان يأخذ معاش من خلال عمل تطوعي. طبعاً ممكن، لما لا؟ لأن مرات في مؤسسات للعمل التطوعي تحتاج إلى موظف بدوام كامل، تحتاج إلى متفرغ بالإدارة. كامل العمل كبر يحتاج إلى متابعة دائمة، ما بينفع أنك تأتي المساء في آخر ساعة وترد على الإيميلات. بس صاير كله يحتاج مادي عم حس. هنا في ضوابط أخلاقية. حتى نوضح نقطة، بس هذا الشخص اللي بتحكي عنه انضم لمؤسسة كموظف، أنا أتحدث في جزئية عن حالة تطوع شخصية، إنه هذا الشخص تبلورت الفكرة وحكى أنا بدي أفرغ نفسي كاملا لأنه أصحى الصبح أروح على الممولين وأبحث مع الأشخاص اللي معهم مال وأخذ منهم مال، بعدين أروح أتطوع وأنصب فكرة وأعمل وهكذا. لكن له معاش من المؤسسة التطوعية، مش من المؤسسة، بعيد عن المؤسسة، هو كشخص فردي يبدأ بهذه الفكرة. لكن يبقى هيك بحياته، كيف بده يعيش؟ كيف بده يعيش في الآخر؟ هل أنه الممول دائم العطاء معك أنت، فأنت تقتطع جزء منه؟ نعم، في بعض المؤسسات التطوعية تعمل مصاريف تشغيلية وفق ضوابط أخلاقية وشرعية أيضا محددة، لا يصح الاغتناء من العمل التطوعي. إذا صح أن يأخذ الإنسان راتب بحدود العاملين عليها، نعم، حتى في الزكاة ترى الإسلام جعل الثمن للعاملين عليها، هذه الثمن للعاملين عليها هي مصاريف تشغيلية. خليني أقول لك العاملين عليها يعني إيجار المكان، مواصلات والذي نحتاجه، والذي نحتاجه أن يتفرغ، لكن لا يكون وسيلة اغتناء. هذه موضوع أخلاقي مهم جدا، لكن في المقابل لا نقبل أن الإنسان يضيع حياته لإنقاذ الآخرين. ايضا اللي ينبغي التوازن، يعني التوازن في هذا الامر اخدم غيره. انا في عندي وجهه نظر يعني حوالين هيك شيء، اللي هي في بعض المؤسسات بتستغل هاي الطاقات لصالحها دون انه يعني تدعمها حتى ولو بشكل معنوي. يعني هنا استغلال الطاقات البشريه او الشبابيه كثير مزعج في بعض المؤسسات، يعني ما بتحترم اصلا وجودك كمتطوع عندها. هنا المؤسسه التي تكون قائمه في التطوع على قيم جيده عندها ثقافة التحفيز، تحفيز المتطوع إما مادياً بهدايا وإما معنوياً. التحفيز ينبغي أن يأخذ صفة المتعة، يعني لما تحفزه تمتعه بهذا التحفيز وتعطيه شيء إضافي يفرح به. وفي بعض المؤسسات أنا مش طالبة منك مال، بس أنا طالبة منك أنك يعطيك العافية. نعم نعم، حتى إشراكي أنا كمتطوع، إشراكي في التخطيط
إشراكي في الاستشارة هذا تحفيز، هذا تحفيز. أنا لست عنصر تنفيذي، تعال احمل الكراتين حطها في السيارة وانقلها، لا، اعمل لي اجتماع واشركني، هذا من عناصر التحفيز. التحفيز كما قلت أن يكون ممتعا للآخر، ثانيا أن لا يتأخر. أنا أنجزت الآن مشروع ونجحنا، ما تكرمني في نهاية السنة، تحفز في نهاية السنة، حفزني فورا. وأيضا أن يكون سياسة المؤسسة التطوعية اللي مثل المؤسسة التي تشتغلون فيها، ينبغي أن تضع في سلمها سياسة التحفيز وفق خطة دائمة. أستاذ محمد، أخيرا حتى نعطي المجال للشباب، نصيحة أخيرة للشباب فيما يخص العمل التطوعي بكلمات بسيطة. نعم، وجه كلمة من خلال هذه القناة للشباب، إذا تعظم الهم في قلوبنا وأحسسنا بمجتمعاتنا واحتياجها وأننا نحن أفراد للنجاح، ينبغي أن ندخل هذا العالم، عالم التطوع، عالم نشر الخير. لكن كما قلت، ينبغي أن نحس بمجتمعاتنا وأوطاننا ونحس بالإنسان. جميل. حسام، من واقع خبرة وعمل في المجال التطوعي، شو بتحكي؟ بحكي أنه أنا دائما بحط حالي مكان الآخر اللي بدي أقدم له مساعدة. إيش بقدر أقدم له حقدم، وإيش ما برضاش اللي بده يقدم لي مساعدة يعني يجبرني إني أعمله أنا مش هعمل. ما بقبله على الناس ما بقبله. بالضبط. فدائما أنا لازم أكون راضي من جوا، يعني أنا بدي أقدم هذا الشيء وبدي أكون أنا متخيل نفسي مكانه، هل حقبل في المساعدة هذه ولا لا؟ زين. أنا بدي أوجه رسالة إنه ما في عائق، لا في عائق مالي، لا في عائق أي فكرة ممكن تعطيها لقدامك يستفيد منها. Go ahead، يعني عملها ولا تخاف وانطلق. وممكن تدور على النت على أقرب منظمة تتطوع فيها مثل ما أنا بلشت، يعني اسأل الناس، دور فورا، الفرص موجودة ونحن بحاجة هاي الشباب، بحاجة حتى لكل الأعمار، أي حدا بيحسن يساعد بأي شيء. يعني الشعور يلي حتكسبه ما في مثله مثيل، يعني ما في مثيل مثل الشعور الامتنان لما تشوفه بعيون حدا تاني. جميل. أنسام، سريعة. أنا باختصار بدي أحكي للشاب أو المتطوع، يكون صاحب مصداقية في عملك، أخلاقك، انضباطك، روح المبادرة، رغبتك في العمل، إعطاء الفكرة بشكل كبير للشباب. بالضبط، حتى للشباب ولا غيرهم، هذا بتعزز فيك الثقة، بتكسبك الخبرة. جميل. بتعطيك كثير فرص للعطل أفضل يعني. شكرا جزيلا شباب. بس بدنا ننوه على نقطة حكينا فيها قبل شوي، هو موضوع التصوير. التصوير مش سيء لهذه الدرجة، التصوير في العمل التطوع، لأنه ممكن صورنا اللي بنخرجها هي تعطي شيئا جميلا للشباب بأن يدخلوا عالم التطوع، بشرط الموافقة، موافقة الأشخاص. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع شباب جدد، مع أصدقاء على هذه الطاولة. دمتم في أمان الله، يعطيكم العافية شباب، تشرفنا.